إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين في قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من جماعة العوامرة التابعة لتراب إقليم العرائش. ساكنة جماعة العوامرة بالضبط القرية من نواحي يحتجون بعد ما رفض جماعة العوامرة باش يصلحوا لهم الطريق. للأسف الشديد كنتمناو من جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في أنهم يبارطاجيو هذا البث المباشر والحصري مباشرة من جماعة العوامرة. إذن كما قلت متابعين الأوفياء لقناة شوف تي في مباشرة من جماعة العوامرة، ساكنة جماعة العوامرة يحتجون على بعدما حرمهم مجلس الجماعة يصلح لهم الطريق ديالهم. للأسف الشديد كنتمنى من جميع المتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في أنهم يبارطاجيو هذا البث المباشر والحصري مباشرة من جماعة العوامرة. إذن كما كتشاهدوا كما كتشوفوا الطريق مباشرة، للأسف الشديد الطريق راه مكرفصة كارثة بكل المقاييس. للأسف الشديد الطريق كارثة بكل المقاييس. للأسف الشديد باقي واد الحار هنايا اللي كيخلي اللي مخلل أو داير لهم واحد المشكل أو عائق للأسف الشديد في الطريق كما كتشاهدوا. كنتمنى من جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في أنهم يبارطاجيو هذا البث المباشر باش يوصل للجهات المسؤولة. وهاد الناس هذا كطالب السيد عامل إقليم العرائش باش يتدخل في هاد القضية. إذن كما قلت متابعي الأوفياء لقناة شوف تي في مباشرة من جماعة العوامرة، بعد ما خاب ظنهم في جماعة أو المجلس الجماعي للعوامرة، ساكنة جماعة العوامرة كطالب من السيد عامل إقليم العرائش باش يتدخل في هذا الأمر هذا ويتم إصلاح الطريق الكارثية للأسف الشديد بكل المقاييس. كما كتشاهدوا الطريق كارثية بكل المقاييس، وهذا نداء كوجهه لساكنة جماعة العوامرة للسيد عامل إقليم العرائش. دانا الناس قاطع عن الطريق وكيحتاجوا كيطالبوا المطالب. والاصلاح فينا هو الطريق، ها هي والاصلاح فينا هو الطريق، ها هي والاصلاح فينا هو الطريق، ها هي والاصلاح فينا هو. عاش الملك، عاش الملك، عاش سيدنا، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. خليوها بحال هكا. هذا عار، هذا عار، والدوار في خطر، هذا عار. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا قناة شوف تي في اللي جات تساندنا في هذه الوقفة الاحتجاجية اللي كينظمها دوار ساكنة دوار ولاد حمو سميد الماء وقرية الدشيرة المتواجدة بتعاونية الدشيرة بجامعة العوامرة إقليم العرائش. حنا عندنا مشكل كنعانيو منه منذ خمس سنوات، خمس سنوات وحنا كنجريو كجمعية
كجمعيه درنا الطلبات ديالنا للسلطات المعنيه بالامر للجماعه والعماله باش يعدلوا لنا الطريق. كما كتشوفوا الطريق في وقت الشتاء كتقطع علينا، كتشوفوا الاشواك اللي كيخرجوا منهم الافاعي والحشرات السامه. هاد الناس ما بغوش يحيدوا الاشواك ديالهم. حنا طالبنا كنطالبوا اعلى جهه في البلاد، عاش الملك عاش سيدنا، الله ينصرو الله يطولنا عمر مولاي الحسن باش يتدخل سيدنا ويحلنا هذا المشكل في القريب العاجل ان شاء الله. هنا عندنا عضو سابق وعضو حالي في جامعه العوامره كيحرض الاعضاء داخل المجلس باش ما يصوتوش على الطريق، باش ما يدوش شي طريق في الدوره. حنا كنعانيو الواد الحار كما كتشوفوا هو هو على الناس، المياه العادمه الماء الصالح للشرب ما كاينش. حنا كنطالبوا السلطات العليا في البلاد باش تدخل يحلوا لنا هذا المشكل. هذا الناس راه حنا كنعانيو، راه في وقت الامطار الطريق كتقطع ما كتبقاش، الطريق كتقطع نهائيا. الناس الدراري في المدارس خصهم البوطه باش يمشيو يقراو. حنا كنطالبوا من سيدنا جلاله الملك نصره الله وايده، عاش الملك الله يطول في عمر مولاي الحسن، باش ينظروا من حالنا ويشوفوا من حالنا وتحل الطريق في اقرب وقت. لان كاين هذا السيد هذا العضو السابق اللي معرض على الطريق راه ما كيعيشش معنا، راه ساكن في المدينه ومخلي الناس والساكنه مرتن. علاش معرض؟ علاش معرض للطريق بس؟ معرض بدعوى ان الضيعه ديالو هي هذه كتواجد قرب الطريق، واللي حسابات سياسيه فقط. علاش؟ حيت سقط المره الاخرى والناس ما بغاوش، وبغى ينتقم من الساكنه. هذا انتقام هو كيقولها، كيقول لك انا ننتقم منكم غنخليكم تعيشوا في الشوك وفي الازمان. اللهم هذا منكر. عاش الملك عاش الملك عاش سيدنا عاش سيدنا. ومن هذا المنبر كنوصلوا الرساله ديالنا والميساج ديالنا لجلاله الملك باش يتدخل عاجلا يحلنا هذا المشكل ديال هاد الناس. حنا كاين شارب الحمد لله ما خصنا حتى شي خير، ولكن المشكل اللي كنعانيو منه هو ان الطريق كتقطع في الشتاء والمياه العادمه كما كتشوفوا الواد الحار هو في الطريق، الطريق مقطوعه وباقي الماء الصالح للشرب ما كاينش من عدم الابار تلوتت. وشكرا للاخ شوف تي في وشكرا للاخوان على هاد الوقفه. ماشي مشكل. اذا المتابعين الاوفياء لقناه شوف تي في مباشره من اقليم العرائش وبالضبط بجماعه العوامره التابعه لتراب اقليم العرائش، كنطالبوا من السيد عامل اقليم ان العرائش انه يتدخل في هذا الامر هذا، لان الناس كطالب بحقها. الناس ما كطالب والو، كطالب غير بحقها الحقوق ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر قناه شوف تي في التدخل ديالها، كان دقينا جميع البيبان حتى شي باب ما بغات تحل في وجهنا. دابا كنناشدوا الملك نصره الله يشوف من الحال ديالنا. حنا راه عايشين في واحد الوضع سيء، كنعانيو من الاشواك والازبال وبزاف ديال الحالات. هانتوما كما كتشوفوا الطريق كامله مخسره. كنطلبوا من السيد العام اللي تدخل حتى هو اقليم العرائش يتدخل يشوف لنا اقرب حل. لقيت واحد العضو السابق راه في وقع واحد نزاع كبير سياسي، وحنا ما كنطالبوش بهذا الشيء. هذا شي حاجه خطيره. حنا كنطالبوا بالسلم والسلام، حنا خصنا الطريق تعدل، حنا خصنا المترشح اللي دابا عندنا السيد حميدو كنساندوه باي حاجه. اما باش ديك السيد يعارض على الطريق ويعارض على القوادس، علاش؟ حنا راه كنتواجدوا حدا الضيعه ديالو. اما بهاد السياسه ديالو، هو كان عضو سابق ولكن دابا ما بقاش، وقال الناس وكيقوم بالتحريض، كيقوم بالتحريض الاعضاء باش ما يعدلوش الطريق. علاش هاد الشيء هذا؟ الله يجعل البركه في سيدنا، الله يجعل البركه في سيدنا. حنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يشافي لنا سيدنا ويطول في عمره. وعاش الملك عاش الملك عاش الملك. كما كنا شي مضرورين ومقصحين راه ما نعيطوش لشوف تي في او لشي واحد اخر. حنا كنناشدوا الملك. واخر كلام ديالي شكرا لقناه شوف تي في. إذن لا زلنا في البث المباشر والحي مباشرة من جماعة العوامرة متبعين الأوفياء عبر قناة شوف تي في. أجي شريفة أجي أجي نسمعوكم قبيلة وأنت محيها باغية تهضري، تفضلي شريفة. سمعوني سيدي، حنا في الخنس عايشين. شنو سميت البلاصة ديالكم؟ شنو سميت البلاصة ديالكم؟ الخنز عايشين فيه، حنا تعاونية الشيرة عايشين في الخنز. الجبانية ما ملي كتكون الشتا ما كنجبروش الزلازل اللي ندوزوها. وحنا الدوار هو ذن عليه الميكروب، الميكروب هو ذن على الدوار من حقه ما يضرب.
وحيحوا من حقه، ولكن حنا ما عندنا فين نديروه، في عند نديروه في عند هزوه. حنا مرضنا قسما بالله، لما مرضنا مرضنا مره ما بقيناش نقدروا نزيدوا المرض، مرضنا بهذا الميكروب هذا. القريه كلها قسم بالله وجيد بوزه كلها مرضت، كلها زحفت في الديور، كلها زحفت في الديور. خصهم يشوفوا من حالنا، يشوفوا من حالنا في هذا الخنز اللي هو حنا كان حيوا الملك والدوله والشعب. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. هذا النداء يلحق للعيد الملك. ما حنا يا تاع الجنازه ما نجبروش فين غنخرجوا، راه الحشومه الحشومه. انا جاسي نلعب علينا. شكرا للسكينه، شكرا لقناه شوف تي في اللي كتوصل الخبر والمعلومه بكل صدقيه. حنا الساكنه كنجريو الان في المحاكم كما كتشوفوا، عندنا حكم قضائي من المحكمه ديال 1000 هكتار ديال الدوار اللي كانت تضيع، والان كنجريو عليها باش نردوها. وعندنا حكم قضائي ضد هذا السيد هذا اللي معرض، اللي كيقول لك بان الارض ديالو وهي الارض ديال الجماعه. عندنا 1000 هكتار ديالنا ها هي، ها الوثائق كما كتشوفوا شوف التي في. عندنا حكم قضائي الان، راه حنا كنجريو في المحاكم والحمد لله، والثقه ديالنا كبيره في القضاء وكبيره في سيدنا. وعاش الملك، عاش سيدنا، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. وكنشكروا الاخوان الساكنه ديال دوار ولاد حموس ميدنا. وكلمه الاخ شوف عمراني طلب الميكرو، ميقال الميكرو. لا مكرفس في الطريق ومن ديال من 2010 وحنا كنجريو على الطريق هذه، ومعارضنا عليها المرشح ديال الدوار اللي كان سابقا عضو وعنده الضيعه ديالو مع الطريق، وما بغيناش نصوبوا الطريق على حساب الاشواك اللي مخليه علينا مدحسانه مع الطريق، ومكرفص علينا ودنا الارض ديالنا كامله، دانا قطعها لنا ودوزها بالمقابل. ودابا كنطلبوا سيدنا يشوف من الجهه ديال هاد الساكنه، الله يرحم الوالدين والله يرزقوا الصحه كبيره. وشكرا. كلمه للرئيس. السلام عليكم. تفضل عم قلبي الميكرو عندك. نعم، انا كنمثل جمعيه سميد الماء التنميه والتعاون، كنلقى الرئيس ديالها، وبادرت واحد المبادره في 2015 و2016 وزدنا في هذه الطريق هذه، ولينا كنعدلوا فيها. ملي لحقنا لهنا جا واحد السيد اللي هو عضو صادق، الاحكام في يدي، وانا اللي كنواجه هذا السيد في القضاء. هو صدر فوق سنتين ديال السجن ووقوف التنفيذ واتلاف الاوراق المزوره وتعويض للورثة ديال هذه الملكيه اللي هو كنت مستولي عليها من مستولي الارض ديال 1971، ودار ونزل منها بزاف ديال 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 على اي داكشي ديال مسائل عدليه، وتوجهنا مع القضاء، والقضاء خذا قال الكلمه ديالو الاخيره في هذا السيد هذا، يعني عنده سنتين ديال السيد موقوف التنفيذ. هنا كاين عندنا 1000 هكتار حكم ابتدائي اللي هي مسيطر عليها هذا السيد هذا، ما عنده حتى علاقه بها نهائيا. 36 سنه هو عضو ديال هذا الدوار، وجينا الحمد لله ولله الحمد فقنا بهذا السيد هذا حتى 2016 حتى 2015 في الانتخابات ديال 2015 ما بقاش عضو ديال هذا الدوار، ولكن باقي مستشار ديال الجماعه. دابا حاليا محرط الناس، دابا حاليا عندهم الدوره، دابا يوم الاربعاء 3/2 دابا في هذه الساعه هذا ضد هذا الطريق الدوس. شنو هو الافاده من هذا السيد، من حتى من هذا الاعضاء اللي دابا السيد هذا كيحارب، السيد هذا كيحاربكم على اساس انتم كاع ما صوتوا عليه، وانكم دعيتوه على حساب الارض اللي هي ارض سلاليه تابعه للجماعه ديالك. ارض سلاليه ملكيه، عندها ملكيه، عندها ملكيه 1961 قبل 61 ب 40 سنه، اللي هي اهل الملك، هما مالين هذا الشهر هذا، مالين هذا الشهر هذا، هما اهل الملك. فهذا السيد خدا هذيك الملكيه ديال من قبل 71 وخلاها في الخفاء ديالو، وتعامل بها ونزل منها بزاف ديال لافتات العدليين، وباع ودوز منها السوق، العوامر دوزوا للجماعه، هادشي كامل مذكور هنا امام القضاء، امام قاضي التحقيق، وحقق معاه هذه المسائل اللي كنهضر بها. عندي مسائل قانونيه هي في يدي، وانا اللي كنواجه مع السيد القضاء نيابه على هاد الناس. فهاد السيد هذا ماشي الخطره الاولى، ماشي الخطره، المارشي راه معلق البلاكه ديالو. حنا بدينا نزلنا في هذه الطريق هذه، بدينا فيها من اللي هي حتى هنا واحد 200 متر حتى هنا، وقفنا هذا السيد
موقفنا من 2016 راه بلاكه معلقه. هذا مشروع جا من سميتو المجلس الاقليمي. والشطر الثاني حتى هو كان يتعاون معنا فيه المجلس الاقليمي. رئيس الجماعه الغالب الله هي ما يدافع هي ما يتقاتل الغالب الله، لانني علاش الاعضاء ولاو اعداء ديالنا؟ هاد الناس الاعضاء اللي يمثلونا ويمثلوا التراب الجماعي ولاو اعداء ديالنا. حاليا دابا انا كنقول لك دابا حاليا راه في الجامعه كي ماشي ضد هاد النقطه باش ما دوش المجلس. وكنطلبوا من السيد العام اللي هو اعلى سلطه في الاقليم يدخل تدخل فوري. الله يرحم الوالدين وعاش سيدنا. عاش الملك. عاش الملك. السيد اللي دخل فينا المشكل اللي حنا واحدين فيه مع هذا السيد هذا اللي نيو واحد ماشي سبعه المدرسين كيدوزوا من هنا وموقفهم واحد ما يمكنش. واش ما عندناش حقنا في المغرب؟ حنا في دوله الحق والقانون. هذا الشيء راه منكر. اللهم هذا منكر. اللهم هذا منكر. اللهم هذا منكر. السلام عليكم. القانون يعلو ولا يعلى عليه. هاد السيد هذا اللي محرض هاد الناس هادو راه السلطات كاينه كاينه الحمد لله كلشي. راه نتوما كما كتشوفوا هاد الناس راه مضرورين. هاد السيد اللي كان كيهضر هذا الحاج حميدو رويشتي راه حنا كنصوتوا عليه وباقي غنصوتوا عليه. علاش لقينا فيه واحد المصداقيه؟ انا ماشي عضو. رئيس جمعيه مهم لقينا فيه واحد المصداقيه. هاد السيد هذا خصنا السلطات المحليه و انا جمعاوي فاعل جمعاوي مهم خصنا هاد السيد اقرب وقت السلطات المحليه او الدارك و العام الاقليم العرائش يتدخل في اقرب وقت. راه حنا مضرورين من هاد النفايات ومن هاد الطريق ومن هاد واد الحار. راه مضرورين من اي حاجه. الاشواك اللي كتشكل خطر علينا. ها انتم كما كتشوفوا الاشواك كتخرج الافاعي العقارب السامه الكلاب الضائعه. المهم حنا خصنا الطريق تنقى وتعدل كما كنشوفوا في المرايا نشوفوا وجهنا. عاش سيدنا نصره الله وايده بروحه. إذا كما سمعتم متابعين الأوفياء لقناة شوف تي في مباشرة من جماعة الأوامرة التابعة لتراب إقليم العرائش. الناس هذو خرجوا كيحتجوا على نائب بجماعة الأوامرة اللي للأسف الشديد حرمهم من إصلاح الأرض وكيعارض أو كيطالب من الأعضاء بالجماعة أنهم ما يصوتوش باش يتم إصلاح الأرض هذا. أملهم كبير في عام الإقليم العرائش وكذلك عاهل البلاد السيد محمد السيد عاهل البلاد محمد السجن نصره الله. هذا النداء كنوجهوا لجميع السلطات المحليه باقليم العرائش باش تدخل في هذه القضيه هذه وتحياتي للجميع.